أنا وكامل فريق جو برو سعداء جدا بهذه الشراكة مع مركز البحوث والدراسات البديلة فرع صفاقس واللي يترأسها سي شكري عقيد، ومع ثلة من الخبراء والأخصائيين، لا سيما مدام كميليا القلال الأخصائية البيداغوجية، مدام سونيا مصمودي الأستاذة المجددة والمختصة في صعوبات التعلم، الدكتور سمير العيادي الأخصائي النفسي، والدكتور عبد الرحمن الفخفاخ المختص في مهارات الحياة وفي تقنيات التواصل، ومعهم مجموعة من صناع القرار ومن الباحثين في المجال التربوي باش نأثوا ورشة عمل حول البيداغوجيا الإيجابية، وذلك لإرساء فريق عمل متكامل لتباحث آفاق وواقع هذه المسألة. مرحبا بكم الناس الكل من ضيوف أعزاء، أولياء، أخذي قرار، باحثين بيداغوجيين، مربيين خاصة، وكل من يرى أنه له دور من بعيد أو من قريب في العملية التربوية.